برعاية المونسنيور ألبرتو أورتيغا مارتن السفير البابوي في الأردن وببركة المدبر الرسولي سيادة المطران إلي حداد، انطلقت الفعاليات الشبابية والرسولية الكاثوليكية في أبرشية الروم الملكيين الكاثوليك تحت تجمع المجلس الكاثوليكي لرعوية الشباب. وقد انطلق اللقاء الذي حمل عنوان تم شحن رصيدك في قاعة كاتدرائية القديس جورجوس في أم السماق، وبمشاركة كافة الفعاليات الرعوية والرسولية التابعة للأبرشية، حيث تخلل اللقاء فقرات روحية وترفيهية. وتحدث المدبر الرسولي سيادة المطران إلي حداد عن أهمية الشباب للكنيسة، وأن الكنيسة والشباب توأمان لا ينفصلان. أبرشية بيترا وفيلادلفيا محطة حياة ليست محطة موت، خاصة أنه البابا يوحنا بولس الثاني اللي قال كلمة الشهيرة كنيسة بلا شباب كنيسة بلا مستقبل، ولكن شباب بلا كنيسة شباب ضائع. اليوم يا شباب وصبايا بالأبرشية الروم الكاثوليك بعمان، أنتم عنصرة جديدة، فلننطلق باسم الروح القدس، وهنيئا لنا ولكم بهذه الأبرشية المتجددة دوما، وشكرا. المحبة هي التي جمعتنا سوية لنلتقي في هذا المكان، هنيئا لكي نكون معا بقلب واحد وفكر واحد ورأي واحد. يسوع قال لنا افرحوا، وأقول أيضا افرحوا، ليكون هذا النهار أحبائي فرحة من القلب. اليوم أحبائي ننطلق من قناعة عميقة، وهي محبة الله لكم ومحبة الراعي لكم ومحبة الكنيسة لكم. وأما الأرشمندريت بسام شحتيت النائب الأسقفي فقد تحدث عن أهمية الحوار بين الشباب وقال: الشبيبة وكهنة ورهبات من كل العالم التقينا مع بعض. الكنيسة المحلية كنيستنا في الأردن لما بتلتقي مع الكنيسة العالمية بتشعر، لما بنصلي كنيسة جامعة مقدسة رسولية بتشعر هالكنيسة اللي في الأردن باتصال مع الكنيسة الجامعة ومع البابا. فكان وين ما نروح في شبيبة من أمريكا، من نيوزيلندا، بلجيكيا، والكل بنلتقي معهم بيسلموا، بنسلم عليهم. هالخبرة هاي بتشعرنا بأنه كمسيحيين إحنا إخوة من كل العالم. وعبر مشاركون من شبيبات مختلفة عن أهمية الخبرات الروحية التي اكتسبوها، ومن ضمنها مشاركتهم في لقاء الشبيب العالمي والذي أقيم مؤخراً في مدينة كاراكوفيا. وقدمت الكشافة معزوفات أثناء موكب اتجه إلى الكنيسة، حيث أقيم قداس إلهي ترأسه سيادة المطران إلي حداد. وفي نهاية القداس قدم المجلس الكاثوليكي دروعاً تكريمية لكل من راعي الحفل المونسنيور السفير البابوي، ولرئيس جمعية دار الكتاب المقدس، ولقناة نور سات الأردن على جهودها في التغطية الإعلامية لكافة نشاطات المجلس الكاثوليكي.
وفي الختام تم تبادل الصور التذكارية مع السادة الأساقفة والتي تؤرخ لهذه الانطلاقة الرسولية لمجلس كاثوليكي شبابي.